بسم الله الرحمن الرحيم. بالفيديو السابق بلشنا نحكي عن الارب بروتوكول. الارب شو وظيفته يا جماعه؟ وظيفته الرئيسيه يعمل مابينج بتوين، خليني استخدم التكنيكال تيرمز اللي موجوده بالسبيسيفيكيشن تبعت بروتوكولها، بيعمل على التحويل من لوجيكال ادرس لفيزيكال ادرس. تمام، من لوجيكال ادرس لفيزيكال ادرس. الان وحكينا انه الارب يعني السكوب تبعه باللوكال نتورك. الارب وين بيشتغل؟ فقط لوكالي، فقط لوكالي. طيب، والفاكت الثالثه خلينا نسميهم فاكت صدود اللي حكيناها، انه الارب بيستخدم الداتا لينك لاير دايركتلي عشان يودي الفريم تبعه. يعني ما في سورس اي بي وديستنيشن اي بي، ما فيش اي بي هيدر. الارب وجزء من النتورك لاير صحيح، لكن هو بيلو النتورك لاير وابوف الداتا لينك لاير بالنص سجل. فعشان هيك النتورك لاير الاي بي لاير لما بترسل ارب ريكوست بتحكي للارب موديول او ارب باكج، الفانكشن تبع الارب بنسميه، بتقول له ودي لي هال طبعا الارب تو تايبس زي ما نشوفهم ريكوست وريبلاي. ودي لي هالريكوست مباشرة، شو بروح بحط البيلود، بجهز البيلود وبحطه بالفريم. ما في سورس اي بي وستيشن اي بي وتي تي ال وتايب اوف سيرفر ومش عارف شو اللي حكينا عنهم بالهيدر، صح؟ بدنا فريم، ودي فريمات. عشان هيك السكوب تبعه فقط لوكال، سكوب تبع الارب لوكال. كيف شكل الارب باكيت؟ نسميها باكيت مع انها يعني داتا جراب نسميها. ماشي، كيف شكلها؟ يعني البيلود تبع الفريم اللي بتوده شو فيه؟ فيه زي ما هو موضح بالسلايد. اول شيء عندي كمان هذول التكنيكال تيرمز حتشوفوا مكررات في كلمه هاردوير وبروتوكول، لاحظوا في عندي كلمه هون، خليني بس هاي كلمه هاردوير، هاي كلمه بروتوكول ومكرره هون، هاي بروتوكول وهاي هاردوير وهاي هاردوير. ماشي، هيك التكنيكال تيرمز بستخدمهم. شو يعني هاردوير تايب؟ يعني الفيزيكال ادرس اللي بدور عليه، نوع الفيزيكال لينك اللي عندي. احنا موصلي نتعامل مع ايش؟ زي ما حكيت بالفيديو السابق، الارب بيشتغل مع اكثر من بروتوكول، بس احنا تقريبا عم نحكي عن ايثرنت. فالهاردوير تايب هذا شو فائدته؟ بيقول لي شو نوع الهاردوير اللي بدي انا اسال عنه. طب شو بتفيد هاي؟ عشان احدد اللينكث تبع الادرس الدي. احنا قلنا هذا البروتوكول عندي بده مشتغل باكثر من تايب، صح؟ فكل تايب ممكن يكون له ادرس لينك بيختلف، زي هون مثلا هاي الادرس فور اكزامبل 6 بايتس فور ايثرنت، بس لو انه مش ايثرنت شيء ثاني. عشان هيك الفلكسبيليتي هاي اللي موجوده بالفيلد هذا عشان نضبطها نعرف قديش هي، تحدد الهاردوير تايب والهاردوير لينك. هي هون اذا عندي هاردوير تايب 2 بايتس، بروتوكول تايب اللي هو الابر لاير بروتوكول اللي عم بطلب من الارب يشتغل، اللي هو شو بالعاده؟ اي بي، اي بي فيرجن 4. قلنا الارب شغال بتوين الاي بي لاير والداتا لينك لاير. طب ممكن يشتغل مع مثلا في مثلا نتورك لايرز اسمهم ابل توب، في نتورك لايرز يعني احنا مش شرط جماعه مش كل العالم اي بي فيرجن 4. طبعا الاي بي فيرجن 6 بيفرق انه الارب مش موجود كارب، موجود بيلت ان بالاي سي ام بي فيرجن 6 كفانكشناليتي موجوده، بس مش تحت اسم ارب، مش تحت اسم ارب. طيب اذا البروتوكول تايب بحدد ايش قلنا؟ البروتوكول اللي اما بودي الريكوست او بودي او الريبلاي جاي علشان، يعني هو الانيشيتر تبع الارب مسج. طيب الهاردوير لينث هذا 1 بايت، بتقول لي قديش يعني انا بسال عن ايش يا جماعه؟ بسال عن فيزيكال ادرس، صح؟ اللي سميناه ايش؟ لوجيكال ادرس الاسم. طب قديش اللينك تبعه؟ اللينك تبعه بيكون محدد بالفيلد هذا. البروتوكول لينك قديش الابر لاير او يعني الريكوستر خلينا نسميه اللي انا قاعد بشتغل اون بي هاف فور ذيس بروتوكول، قديش الادرس لينك تبعه؟ التيبيكال فاليوز
هون 6 يعني بنحكي عن ايثرنت، وهون 4 بنحكي عن اي بي فيرجن 4 اللي هو الاي بي ادرس. لاحظتوا كيف رابطينهم؟ نيكست 2 بايتس خلينا نسميهم ريكوست. الاوبريشن، الاوبريشن نوعين، يا ريكوست يا ريبلاي، حجزيلهم 16 بت. That's fine. Again احنا بناخذ يعني ما له علاقه بالموستلي كومن يوزد اوبشنز او بالموستلي كومن يوزد فانكشناليتي تبعت الار. بس اللي بده يستزيد ويشوف يرجع للار اف سي اللي هو اي ثينك رقم 824، مش متاكد، موجود بالسلايدات، اول سلايدات اول شاب، او يبحث عنه. تمام. اذا في عندي ريكوست بكون الرقم واحد يعني 15 0 واخر بت 1 اللي سيجنيفيكنت 2 معناته ريبلاي. ذاتس ات. طيب بعد هيك شو في عندي؟ فيلد. الفيلد هذا يا جماعه يعني انا هون بدي الصراحه يعني انبه لنقطه. هسا احنا قاعدين نشتغل على اساس ايش؟ انه ها 32 بت صح؟ اللي هو الجزء هذا يعني الهيدرز هذول الفيلدز 32 بت. تمام؟ طيب السندر هاردوير ادرس هذا اذا ايثرنت 48 بت. فعشان بس النقطه اللي بدي هنا انه هذا ذيس از نوت تو سكيل، يعني زي كانه انه حاجز سبيس يعبي قد ما يكون 6 8 10 12، بس براكتيكلي انا بشتغل الاينمنت على 32 صح؟ ففعليا اذا كان 6 حيكون اول اربعه هون والثنتين الثانيات هون تحتيه. او اذا بدي ارسمها رسمه ثانيه، يعني اذا بتشوفوا بعض الكتب الثانية أو تبحثوا على جوجل ولو تبر هتلاقي إنه هيك مطلع هاي شوية على جنب عشان تطلع مبين إنه أكبر يعني specifically للإيثرنت. بس إحنا الرسمي هون المرسوم هاي شاملة ممكن نشتغل على أي بروتوكول، فإحنا عشان هيك حاطين السندر هاردوير أدرس هيحجز سبيس. قديش السبيس هذا مين اللي بيحدده؟ عشان هيك الفيلد هذا موجود، الهاردوير لينكث موجود عشان يقول لي بالضبط قديش اخذ كم. انا عندي بالنهايه لما تصلني الباكيت او الفريم عشان نكون دقيقين سيكونس اوف بايت بتعامل معه صح. البايت الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع، وين اوقف؟ السادس خلاص وقفنا، هذا اول ادرس، ادرس الثاني اللي بعده وهكذا. الان الفيلد هذا شو بيتعبى بيه؟ السندر هاردوير ادرس. اذا السندر بيعبي الفيزيكال ادرس او الهاردوير ادرس اللي له. في حاله الريكوست شو بكون هذا؟ هذا مش بالريكوست، لا بيعبي الفيزيكال ادرس اللي له فعلي. طب شو الفائده؟ هسا شوفوا عشان هيك انا سالت السؤال عشان ما نخربطش. خليني بس ارسم لكم الرسمه عشان نتخيلها شو اللي صاير. احنا وين بنشرح يا جماعه؟ هذا فريم صح؟ بس الفريم فيه ديستنيشن ماك صح؟ هذا اول واحد خلينا نسميه هون. بعدين السورس ماك عشان اسهل اكتب ارقام. بعدين فيه كمان فيلدز، بعدين شو فيه هون؟ بيلود. هذا البيلود اللي نشرح فيه هون، هذا البيلود يا جماعه. يعني فعليا هذا الهاردوير ادرس هو جزء من البيلود، ما ليش علاقه بالسورس ماك والديستنيشن ماك تبعت الفريم اللي اوريدي طالع. هذا بيلود يعني بجهز كيف لما اعبي تي سي بي هيدر سورس بورتس بعدين اوسكها للاي بي بصير جزء من البيلود صح؟ اي بي بتطلع شغلين. عشان هيك ما نخربط بين كيف يشتغل انه 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 مثلا بطلع هسه برجع للنقطة بالضبط لما اصلها بقول لكم عنها. طيب السندر بروتوكول ادرس، بيجي السندر شو بحط؟ الاي بي مثلتنا خلينا نضربها على اساس انه اي بي وايثرنت سورس اي بي. احنا قلنا البروتوكول ادرس اللي هو الاي بي اللي بنشتغل فيه، فبحط الاي بي فيرجن 4 اللي له بده قديش؟ 4 بايتس. كيف عرفنا؟ بروتوكول لينك. شريك ممكن زي ما قلنا الار بيشتغل اكثر من بروتوكول، تحدد حسب انت الفيلدز. بعدين التارجت، كلمه تارجت بستخدمها كثير البروتوكول هذا، لما ترجع للدوكيومنت سمعت البروتوكول بستخدم كلمه تارجت. لاحظوا سندر وتارجت، التارجت اللي هو
الديستنيشن اللي انا بسال عنه او هو موضوع السؤال تبعه. طب انا لو بدي اودي ريكوست لو بدي اودي ريكوست شو بده يكون الفيلدز هذا؟ زيروز ونز معناها برودكاست لا تخربطوش. هاي كنت النقطه قلت لكم هسه بدي ارجع عليها. هسه انا لما بدي اودي باكيت بدي احط بالديستنيشن هون ونز. ديستنيشن وين بكون بالاول صح؟ بدي احط هون كلها ونز 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 ون هذا ديستنيشن ماك صح؟ عشان تروح الفريم يروح لكل اللان اللي عندي. طب لما بتصل للار مش بده يعمل عليها بروسينج صح؟ بده يعبي الفيلد هاب. الفيلد هاب ملهوش دور بتوصيل الباكيت. هذا داتا هذا بيلود صح؟ رجعت على نفس النقطة بس عشان اورجيكم شو المقصود. هذا داتا هذا بكون فاضي عشان نعبيه فاضي بكون نوت فيلد بالعادة زيرو. فالريسيفر للباكيت هذا كيف بيشتغل؟ الفريم بروح برودكاست. هذا حكيناه ترى بالفيديو السابق. الفريم بروح برودكاست اذا الكل بده يستقبل الفريم صح؟ كيف بده يعرف واحد من النودز كيف تعرف انه هذا الفريم الها سبيسيفيكلي؟ عن طريق اي اي بي اللي هو التارجت اي بي بيجي تقارن مع حالها. اكزاكتلي قارن مع حالها. يعني فعليا الريكوست خلنا اشيل الرسمات تايب جو صارت واضحه الفكره. الريكوست شو بقول اذا انا عفوا الفريم شو بقول اذا انا ريكوست عم بسال شو الماك ادرس ها صح اللي تابع للاي بي هاي هذا اكسون. ففعليا احنا بنقول الفريم بروح برودكاست الكل بيستقبله بس كل نود بتستقبله بتفحص التارجت بروتوكول انا ولا غيري. اذا انا بدي اخذ اكشن اذا غيري دروب. ليش علاقه جتني؟ طب ليش وصلتني؟ ليش علاقه؟ لانها برودكاست لانها برودكاست ديستنيشن ماك والسورس ماك بالفريم ماشي لانها برودكاست. هسه بنشوف مثال ماشي بدوز انا هسه بنشوف مثال خلينا اخر شوي مره ثانيه. اذا هاي الرسمه اللي رسمتها قبل شوي هذا الارب ريكوست اور ريبلاي اللي حكينا الفيلدز اللي كنا نحكي عنه هذول داتا. لا نخلط انه فيه داخل الداتا شو فيه؟ في سورس ماك سورس اي بي خلينا نسميها ديستنيشن اي بي. ليش اسميها هيك ديستنيشن اي بي؟ خلينا نلتزم سندر هاردوير ادرس سندر بروتوكول ادرس تارجت بروتوكول. هذول متعبر وهذا مصفر. هذول كل وين؟ جوا الداتا. هاي هو الهدف. بدي اسال اوكي عين الماك ادرس يعني ليش خزنها في الارك؟ وين سؤالك على في السلايد هذا اللي قبله؟ ماشي ليش الداتا مخطوط في عندنا ماك سورس ماك؟ سؤال حلو. ليش انا معبي هون سورس ماك؟ لانه ممكن تتغير. واحد يجاوبني ليش احنا معبين او شو بنستفيد؟ هاي واحد من الفوائد. السويتش بيستفيد وهي رايح الباكيت بيعرف انه الماك هذا اجى على البورت هذا. كمان فائده ثانيه خاصه بالارب لما يرد علي بيبعث لي يونيكاست. حكيناها بالفيديو السابق لما يرد علي البك ايش وجود الهيدر. كويس سؤال كويس. طب ما هو السورس ماك موجود بالهيدر. راح خلينا نفكر مع بعض شو رايكم. طيب الارب وين بيشتغل؟ باي لاير؟ نتورك لاير. لما الارب داتا هاي اللي لونها زهري هون تصل لنتورك لاير مش كل الهيدرز اللي تحتيها رايحه؟ كيف الارب بده يعرف شو السورس ماك اللي جت منه الباكيت صح؟ يعني بدي يعني على قدر المعلومات اللي عندنا بدي اجاوبكم عشان نختم. فهو فعليا بحاجه للمعلومه هاي تكون بالنتورك لاير فبتنحط مع مع البيلود. وضحت؟ فعشان هيك اكزاكتلي هذا اللي بصير بالرجعه الارب بده يودي ريبلاي صح؟ بده يودي ريبلاي فبده يقول انا بدي اطلع الباكيت الان من السورس ماك الفلاني اللي اوريدي انا عندي كداتا او بدي اوديها. يعني السورس اللي اجى بالريكوست شو بصير؟ ديستنيشن بالريبلاي. وبيعبي ايش كمان؟ بيعبي بالفيلد هذا برجع بيعبي هون سوري بيعبي
الفيزيكال ما كتبه. طب بيعبيه هون، بيعبيه هون السورس، ما في مشكله، لانه اصلا الداتا اللي هون مين حيشتغل عليها؟ الارب اللي بالنتورك لاير اللي بالطرف الثاني، فالنتورك لاير اللي بالطرف الثاني بس عشان اللي مش فاهم يعني. هذا الداتا كلها هاي اللي عنده هون هاي مش راح يشوفها، هاي كلها من المكتب. تبينش الارب، الارب موديول بشوفهاش لانه بيشتغل بنتورك لاير. تمام، واضح الفكره؟ طيب هذا شكل الفريم وكلنا بنعرفه يعني، ماشي. وجزء الشيء اللي بهمنا بكل هالفريم هذا اللي هو الفيلد اللي اسمه تايب. هسا التايب وظيفته زي وظيفه الفيلد اللي اسمه بروتوكول لما اخذنا الاي بي هيدر، شو بيساوي؟ يعني زي مالتيبلكسنج ودي مالتيبلكسنج. هسا فوقيه فوق الداتا لينك لاير شو ممكن يكون بروتوكولز؟ يعني مين ممكن المقصود يكون فوق الداتا لينك لاير؟ شو في فوق الداتا لينك لاير يا جماعه؟ الاي بي، اي بي وارب مبدئيا. يعني كفريم انا شو شايل حمولتي لمين؟ يا اي بي يا ارب. طبعا يا اي بي فيرجن 6 يا مش عارف شو، صح؟ فبدي احتاج التايب هذا يقول لي لما استقبل باكيت انا لمين اوديها؟ مين اللي يعمل عليها بروسيسنج؟ فالتايب اللي هون بورجيني بس فقط عشان يبني انا شايل داتا ارب وديها الارب موديول، شايل داتا اي بي فيرجن 4 وديها الاي بي فيرجن 4. ماشي؟ احنا بمثالنا هون يعني بالشابتر هذا بنحكي عن ارب، فتكون القيمه هون 806 اي ثينك بالهكسا طبعا. لو كانت بس 800 تكون اي بي فيرجن 4، على الاقل هذول اللي يعني اللي بهمونا بي. اي تايب سوري اي مكتوب فوق سوري. هذا اكزامبل، الاكزامبل هذا عندي سيستم اي معطيني الاي بي ادرس 730 23 43 20. بده يودي ارب ريكوست، او بمعنى اخر خلينا ندوش، بده يسال عن سيستم بي اللي هو 130 23 43 25. اول ملاحظه بنعرفها انه سيستم اي بيعرف الاي بي ادرس تبع سيستم بي، كويس. سيستم اي بيعرف الاي بي ادرس، مين جابه؟ هسا انت ماخذ اكشن على الابلكيشن مثلا، قايل له www.just.jo جاب لك الاي بي، فانت واصل مرحله ومريت على التي سي بي، مريت على الاي بي لاير، صح؟ فاوريدي انت بتعرف السورس اي بي اللي لك، ديستنيشن اي بي اللي لازم تروح الباكت عليه. بعدين عملت راوتنج عندك، اكتشفت انك انت بدك تودي الباكت سيستم اي بتودي سيستم بي، وهذا الادرس اللي لازم تروح عليه. كويس؟ وسيستم اي وسيستم بي الان من خلال الرسمه والاكزامبل هاب، يعني الاكزامبل هاب بشرح جزئيه معينه اللي هم سيستم اي وسيستم بي على نفس اللان. طب دكتور ما انت قلت كلهم على نفس اللان، هسه بنشوف، فبدنا نحكي عن كيسز. شو بيساوي سيستم اي؟ بيودي ريكوست الاي بي لاير، بتقول للارب يا ارب انا عندي باكيت جاهزه بدي اوديها بفريم. بس عشان اوديها بفريم شو بدي؟ الديستنيشن ماك تبع الاي بي الفلاني، روح جيب لي اياه. فبودي ارب ريكوست شكله هيك. هاي الفيلدز شو قلنا؟ اول فيلد شو سميناه؟ نرجع بس للتفكير مره واحده بالدرجه، هاردوير تايب. اذا بحكي عن ايثرنت القيمه واحد، هاي الهاردوير تايب قديش قيمته؟ واحد. شو بعدين قلنا شو هون؟ البروتوكول تايب اي بي فيرجن 4 800 0800 بالهكس 16 بت. شو بعدين؟ هاردوير لينث 6 بايت، صار مش الفاليو 6 هو 1 بايت حاجز بس قيمته 6. البروتوكول لينث 4 يعني اي بي فيرجن 4 4 بايت. شو بعدين هون؟ الريكوست تايب صح؟ 1 يعني ريكوست. شو بعدين نعبي؟ احنا شو سميناه؟ الهاردوير سورس ادرس اللي هو بي 2 اخر 10 اللي هو هيو بي 2 اخر 10، هذا يمثل سيستم اي انا المرسل. شو هذا يمثل؟ هذا الباينري ريبرزنتيشن
تبع الاي بي فيرجن 4 للمرسل حوله لهكس، يعني اذا بتحول هذا الرقم بده يطلع 230.23.43.20 واضح هاي؟ طيب ليش شو عملنا؟ التارجت هذا بدي ارجع عيد المصطلح عشان اتذكره، التارجت هاردوير ادرس زيروز بسال عنه انا ريكوست هي تايب 1 يعني ما فيش عندي ادرس بدي اعرف شو هو. وبعدين التارجت اي بي او بروتوكول ادرس اللي هو 130 23 43 25 هاي داتا، هاي كلها داتا. طب بدي اعمل فريم، حطيت الديستنيشن ماك اف 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 كلها ونز يعني برودكاست، ودي ليها للكل علان بس علان اللي عندي جماعه الراوتر اذا شاف باكيت الديستنيشن تبع برودكاست ما بطلعها بس طلع جروب خلص اي على ليميتد برودكاست. نحكي اذا بنحكي عن اي بي لاير ليميتد برودكاست، اذا بنحكي عن فريم اللي هي الهاردوير حكينا عنها بالفيديو السابق الهاردوير برودكاست. سورس ماك هذا السورس ماك تبعه تايب 806 هي حكينا عنها قبل شوي انه انا شايل ارب داتا وات ايفر هي ريكوست ولا ريبلاي وهي الداتا وهي السي ار سي تبع الفريم. طبعا فعليا هو حيمر على السويتش صح؟ خطوه هذا بالنتورك والسويتش حيعمل فورورد لكل البورتس اللي عنده فات سم بوينت حتصل سيستم بي. سيستم بي شو حيعمل هسه؟ طبعا اذا في سيستم سي عنده سيستم سي حياخذ الباكيت وحيعمل لها بروسيسنج. لما يصير يعمل لها بروسيسنج شو حيشوف؟ انه التايب 806 وديها على الارب، راح وديها على الارب، الارب شاف الداتا لقى انه التارجت اي بي 130 23 43 25 هذا مش الي سيستم سي بحكي دروب. سيستم بي عمل نفس الشيء شاف انه التارجت اي بي هو نفسه، اذا انا المعني بهذا الريكوست، انا كسيستم بي معني بهذا الريكوست، شو بيساوي؟ بده يجهز ريبلاي بيجي بقول اوكي بيعبي نفس الفيلدز الهاردوير تايب 1 بروتوكول تايب 2 8 عفوا بيعبي الست اللينكث للهاردوير ادرس واربعه البروتوكول ادرس وغير التايب صار ريبلاي بدل ريكوست صار ريبلاي. لاحظوا شو عمل؟ خليني اجي هون بس اكيد على النقطه هاي. هسه بجوز شو الفيلز ترتيبهم؟ خليني ارجع بس شوي هون. السندر مستخدمين هنا السندر هاردوير ادرس بحاله الريبلاي شو بكون هذا؟ تاع التارجت لانه هو اللي بده يودي. اذا لاحظوا الاتجاه كيف بده ينعكس هسه، فعشان هيك لاحظوا الرقم اللي كان لاحظوا اول شيء شو عمل؟ عبى الرقم هذا وين؟ اول شيء هذا السندر فيزيكال او هاردوير ادرس، بعدين شو عبى؟ البروتوكول السندر بروتوكول ادرس اللي هو شو يمثل؟ سيستم بي الان هو صار السندر. بعدين شو عبى؟ التارجت هذا الجواب صح؟ ولا شو ها؟ فوق الجواب صح؟ انتبهوا يعني اذا بجيب لك رسمه زي هاي بالامتحان بقول لك شو البارامتر اذا كانت هاي للسورس اقول لك هذا سيستم اي هذا ريبلاي سيستم بي او بقول لك شيء بورجيك بس تعرف ان هاي ريبلاي بدون ما احدد لك اقول لك عن ايش المساله او شو الجواب اللي لازم يكون يعني هذا لاحظوا كيف وين مجال الخربطه كيف سهل سمبلي هذا بتقول لي انت المفروض تعرف which is which انا بسال عن مين يعني. اجي اسالك شو البروتوكول ادرس خربطه كسر اقول لك شو السندر هاردوير ادرس ما تروح على ايه هاي الباكيت اللي عندي او اجي اسالك سؤال بده يطلع نفس الجواب اقول لك شو الادرس اللي بقى المسؤول عنه شو الجواب يعني شو الجواب صح؟ نفس الجواب بالضبط السؤالين فبدك تعرف بالضبط انت يعني عشان هيك المعلومه مش صعبه بس اني يعني اهضمها بالطريقه الصح. وضحت الفكره؟ بدي احط داتا ولاحظوا هون شو صار عندي؟ سورس ماك ديستنيشن ماك. طب كيف عرف سيستم بي؟ انه لازم تروح الباكيت ل ديستنيشن ماك اللي هون الريكوست اللي وصله لان الريكوست اللي وصله هي الادرس موجود فيه. That's it. هذا اللي كنا نحكي عنه سابق. حدا عنده سؤال؟ عندي سؤال.
عدات نفسها بالار. لو مثلا ما عملنا على كل رص عند الزيروز كتبنا الماب تبعي وصلنا. هاي تخربط المفهوم، انت بطلت يو فولو ذا بروتوكول. هو ليش البروتوكول اصلا عملت ايش؟ بس لما يعمل ريلايك على كل حتى لو كان هسه شوف، هسه اذا انت كاتب الكود تبع الارض بالسورس والديستنيشن حيشتغل صح له. بس انت مثلا نفرض انت شركه بتبيع جهاز وشركه ثانيه بتبيع نفس الجهاز مثلا، او يعني الارب موديول امبلمنتد سموير. طبعا الارب موديول هو سوفت وير. نفرض انت مثلا لينكس ماشين عندك ويندوز ماشين، صار شو عندي تو امبلمنتيشنز، هاي الارب اللي تبعت اللينكس وهاي الارب تبعت الويندوز. نعم حيفهموا على بعض؟ بعرفش. هيك وي هاف تو فولو ذا ستاندرد. هسه يا جماعه بغض النظر انه ميك سنس ولا لا، هيك الستاندرد خلاص خلاص. زي السيارات، في ناس بتسوق على اليمين وعلى الشمال، صح؟ يعني ريجاردلس ما بهمناش، بهمنا كل ماشي صح، مش واحد ماشي هون واحد ماشي هون. بطل في سيستم، بطل في سيستم. حدا عنده سؤال؟ تفضل. الصور لا كيف بس السورس اي بي ادرس ما استفدناش منه بالريكوست بالريبلاي. بدك تتاكد بدك ما هو هسه اشتغلنا على الماك توصلت لعندي، هسه الارب كيف بده يشتغل؟ هاي الباكيت الي ولا لا؟ هسه السورس. طيب عشان اقرب لك الفكره، افرض في هاكر بالنص وبيلعب بالماك، بس لانها وصلت لعندي الي؟ لا. هسه الارب لما بده يجي يشتغل شو بده يتاكد اول شغله؟ هل هذا الريبلاي الي؟ كيف بدي بشوف الاي بي ادرس اللي تارجت بروتوكول مع الاي بي ادرس اللي له، زي ما عمل السورس او زي ما عمل بالريكوست. ما هو هاي، ما هو لا شخص لاحظ هون بالريبلاي هذا الادرس مين؟ ها تارجت اللي هو ايش؟ ايه. فالان هو بيقول لي ليش اصلا هذا؟ شو بدي استفيد منه؟ وهو اصلا هذا كان سورس هون. فسؤالك لو ارجع ادق سؤالك، ليش حطيته؟ شو استفدته؟ عشان الرجعه. طب مش الرجعه استخدم الماك لحد الماك لاير الارب للنتورك لاير. كيف بدي اعرف اجتني ارب؟ كيف بدي اعرف انه سبيسيفيكلي الي؟ افرض انا عندي جهاز عليه اكثر من اي بي، صح؟ ويتش ون اللي يعني واحد من الاي بيز بده يكون لي، وهكذا يعني. بجوز هي المعلومه هاي يعني بجوز ما تفيدش كثير عليه اكثر من اي بي بتفرق. بس المقصود انا بدي اتاكد انا كارب كنتورك لاير انتيتي ان انا مقصود بالباكيت، لان الماك اكيد اخذها له، اكيد اخذها له. طب كيف ممكن تصير جاي على الماك ومش الي؟ هسه ممكن تصير فور سم ريزون في هاكر بالنص، في واحد في اتاك اسمها ارب سبوفينج. سامعين فيها؟ هسه اخر شوي بجوز اذا صار في مجال نحكي عنها. طيب نحكي عن الفور كيز. هذا كنت اقول لكم الان فاكت، نحكي فاكت عشان ما نخربطش. فاكت الارب شو السكوب تبعه؟ لوكال. طب ليش في اربع كيسز؟ هاي في راوتر زون. لا عشان ابسط لكم اياها، ترى هن نفس الشيء، السكوب تبعه لوكال. شوفوا كيف كيسز، عشان يعني بجوز انا اول ما قراتهم بقول شو كيسز، انا الارب خلص من دايركتلي كونكتد من بوينت لبوينت. لازم كيف صار باربع كيس؟ اجين هو شو بيفرض؟ في عندي سورس نسميه A، وفي عندي ديستنيشن نسميه B. هسه بقول لك في اربع احتمالات اصل من A ل B، يا دايركتلي كونكتد يعني على نفس اللان A و B. كيف بيشتغل الارب هيك؟ عادي الارب. طب كيف بده يعرف؟ هسه بجوز السؤال صار احسن شوي. كيف ايه بده يعرف انه هو وبي على نفس النتورك؟ من السبنت ماسك. هسه النتورك لاير بتقول لي روح اسال لي عن الاي بي هاي. ليش النتورك لاير اختارت الاي بي هاي؟ هسه الارب وين بيشتغل؟ قلنا تحت الاي بي لاير، صح؟ يعني بمعنى اخر اذا في راوتنج مرت عليه
الراوتنج جاهز. يعني انت قررت بدك تروح على الاي بي هاب، هسه كيف بتقرر؟ احنا مش رجعت اشرح اي بي لير راوتنج، ونشوف الديستنيشن اي بي اللي بدك تروح عليه، نشوف السبنت اللي عندي، السبنت اللي عندي ما بعرفش السبنت الديستنيشن، ماليش علاقه لي. انا مثلا سلاش 24 ماشي، اذا عملت الاي بي ادرس خط نتورك اي دي وخط نتورك اي دي من الرقم هذا طلع هنا نفس، معناته انا وياك تابعين لنفس النتورك، اذا انا اي شود سبيك تو يو دايركتلي، اذا انا وياك نفس اللان، هيك بنحدد كويس. طيب هاي اول كيس، هاي نسميها كيس 1. A host has a packet to send to a host on the same network. هاي الكي وورد same network وفيها host. اذا شو صار التارجت اي بي ادرس اللي بدي اعبيه بالفيلد؟ شوفوا نرجع هون بس عشان اذكركم شوي، بس هذا التارجت، تارجت اي بي ادرس اللي هون، سوري اللي هو هون بكون بالريكوست، تارجت اي بي ادرس هو نفسه الاي بي ادرس اللي معطيتني اياه النتورك لاير اللي بتقول لي روح على الهوست هاب. اذا زي كانها انا خلص وصلت انا وياه على نفس المرحله. طيب شو الكيس الثاني؟ افرض افرض في راوتر بالنص هون، صار هوست A هوست B على ديفرنت لان. السؤال اتفضل افضل. شيش ناتنج متي هو احسن تصرف داد. بعدنا ما جيناش للناتنج، هسه ممكن تسالني بالكيس هاي لو في ناتنج، لو في ناتنج شو سؤالك؟ اللي هو الاستريتش ادياس هيكون الدرايف او الدرايف لا 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 لا، يعني السؤال السؤال يعني بجوز انت عم بتحاول بجوز دخلت المفاهيم مع بعض، بفرقش. هسه الان انا فاتح ويب بيج، تخيل هيك. على فكره انا حطيت لكم فيديو، ما بعرفش اذا شفتوه، حطيت لكم لينك لفيديو بورجيك من اللحظه اللي بفوت على الويب بيج بكبس مثلا www.justedit.jo فيرجع ريبلاي كيف بمر عن راوتينج ومش عارف شو وعن تي سي بي وعن ارب كيف بودي ارب. شوفوه الفيديو اعتمد 10 دقائق كل الستبس. فعشان هيك ما بصيرش تتداخل عليك المفاهيم، بدك تحدد ليش بنعمل لايرنج. صلاحيات، انت اوريدي اوريدي عندك اي بي، هسه لوكالي ولا جلوبالي فرقش. يعني في ناتنج ما فيش ناتنج كمان بفرقش. انت بالنهايه عندك نتورك لاير، النتورك لاير بدها تنقل الباكيت هاي من لوكيشن للوكيشن. هسه اذا السورس لوكيشن والديستنيشن لوكيشن على نفس اللان، مباشره بقول للارب ودي برودكاست واسال لي عن الاي بي ادرس، لانه اوريدي الديستنيشن ادرس اللي بدي اياه موجود عندي لوكال. طب اذا في راوتر صاروا تو ديفرنت لانز، الكيس الثاني صح؟ صح؟ طب كيف A بده يحكي مع B؟ طب اذا A ودى برودكاست وين حيصل؟ حيصل لكل الماشينز ومن ضمنها R الراوتر. شو حيعمل الراوتر؟ دروب. لحد الآن طبعاً لحد الآن شوي حنأخذ شغلة ثانية اسمها بروكسي R حسن يجيه، بس التيبيكال يبيون كونفيجريشن الراوتر عادي دروب. طب شو يعني؟ يعني كيف لعب تروح على جوجل؟ عشان هيك أنا يعني ما بدي اياكم تأخذوا المعلومة هيك أو والار بيشتغل لوكالي، حطه براسه ويجي واحد هيك يسال سؤال كيف تروح ار تصفن، بصير تحس انه انت يا مش فاهم يا انا فاهم والدكتور اللي قال لي اياه بس الدكتور باقي يقول لي غلط. الخيارات طبعا لا هاي ولا هاي، كيف نوفق المعلومتين هذول؟ مش في عندي جماعه شيء اسمه ديفولت راوتر ديفولت جيت واي؟ شو الديفولت جيت واي هاي؟ هي على نفس اللان اللي انا عليه، معناته الاي بي لاير لما تيجي تسأل الأرب شو بتقول له؟ رايح أنا من سيستم A لسيستم B، سيستم B بروح على الراوتينج تيبل اللي عنده، سيستم B دايركتلي كونكتد؟ لا، وين أودي الباكيت؟ على الجيتوي. إذا شو بدي أسأل الآن؟ أعطيني الماك أدرس تبع الجيتوي. إذا صار التارجت آي بي اللي بسأل عنه مين؟ تبع الراوتر، جهة الراوتر اللي من جهتي. وضحت؟
اذا فقط الان انا نقلت الباكيت من سيستم A اللي هي، عشان هيك بقول كل كيسز يعني هني مش كيسز بالنهايه، يبقى عم بيشتغل لان، بس مش شرط الهوست كهوست يكون بنفس اللان. اذا الهوست بنفس اللان هي احسن كيس، مش بنفس اللان بس المره واحد يفهم يحل عني اللي هو مين الرابط. واضح؟ عشان اذا ما اخترعناش شيء جديد. اذا a host has a packet to send to a host on another network. هاي الرسم اللي فوق هذا رسمه عشان بس تبين الفكره. اذا السندر بصير يحكي مع الريسيفر، والريسيفر بحاله النهايه شو بصير؟ الراوتر جهه الانترفيس اللي من جهتك اللي على نفس اللان. فبصير التارجت اي بي ادرس اللي بدي الماك تبعه مين هو؟ الانترفيس تبع الراوتر. بس والنفس يعني فعليا ما هو الراوتر فيه اي بي لاير، واي بي لاير هي اللي بتعمل بروسيسنج. هسه بيهمنيش انا الاي بي لاير موجود على راوتر ولا على هوست، ولا بيفرقش. عشان هيك يعني مفهوم انه في فور كيسز ما تاخذوهاش انه يعني هي نفس انترفيس او خلينا نسميه انترفيس تصير عليه فريم حولها لاي بي لاير بيعمل بروسيسنج وبرود. اذا هو المعني برود مش هو المعني بردش، ذاتس ات. هاي بتطبق على اربع كيس. شو الكيس الثالث؟ طيب يعني عشان نعتبرها كيس، خلينا نعدل الرسم هاي اللي هون. شو نعمل؟ نضيف كمان راوتر. صار الراوتر الاول لما استلم الباكيت، احنا بحالتنا هاي كنا نقول سيستم بي هون، شو بيساوي الراوتر هذا؟ بده يسال الان عن بي تودي له اياها. لا، في كمان راوتر على الطريق بعديه. رجعنا راوتنج عادي، بيجي الراوتر بيسال الديستنيشن اي بي تبع البي تبع هوست بي عندي على اللوكال نتورك. طب شو الراوتر بين الراوتر؟ شو في لوكال نتورك؟ هاي اللوكال نتورك بين تو راوترز. في سيستم بي؟ لا. وين اروح؟ نكست هاب. نكست هاب اول مره بشوفه اسال ارب، يا ارب جيب لي الفيزيكال ادرس تبع النكست هاب. هو هذا السؤال اللي جنرال، جيب لي الفيزيكال ادرس تبع النكست هاب. والنكست هاب هو الالتيميت ديستنيشن ولا راوتر ولا وات ايفر. ماشي؟ اذا اخر كيس شو بدها تكون؟ يعني صفت هوست تو هوست، هاي الكيسز، هوست تو راوتر، راوتر تو راوتر، راوتر تو هوست. بس مش غيرها. عشان هيك بسميها اربع كيسز، ولا هي نفس طريقة العمل. تفضل. اي كيس من الاربعة في اي تغيير على الاي بي والماك ادرس؟ تغيير من اي ناحية قصدك؟ هسا انت بتسأل عن الفريم ولا عن البيلود؟ ما هو بجوز لأن البيلود اللي هو شكله هيك، البيلود هذا البيلود. تسأل عن التغيير اللي فيه هون ولا هذا فريم؟ في الجهتين. اسال الان عشان افهم سؤالك. هسه شوف بدي شيء اياك تخربطوا، انا مش فاهم سؤالك لحد الان، بس بدي احكي معلومه وبعدين برد عدل سؤالك بناء على الوضع. الان في فرق بين انه انا اكون كاتب له www.google.com، نفرض الاي بي ادرس تبع جوجل، نفرض 1 2 3 4. هسه الاي بي لاير لما بتسال الارب ما بتقول له جيب لي الماك تبع 1 2 3 4. شو بتقول له؟ جيب لي الماك تبع النكست هاب. انا هاي بدي ارجع اكد عليها بجوز عشان لها علاقه بسؤالك، انا مش فاهم سؤالك. جيب لي الماك تبع النكست هاب. هسه اذا النكست هاب 1 2 3 4 معناته انا وياه على نفس اللان، خلصنا. بس اذا انا وياه مش على نفس اللان، جيب لي الماك ادرس تبع النكست هاب. هذا شغل الارب. هسه النكست هاب منين بجيبه؟ من الراوتنج تيبل. مالكم صفنتوا؟ اذا فعليا شغل الارب بعد ما يشتغل الاي بي لاير، شغل الاي بي لاير. عشان هيك هو جاي تحت الاي بي لاير. هسه ارجع اسال سؤالك عشان اتاكد انا. اسالني. طلبنا النكست هاب، برجع لك الماك ادرس تبع النكست هاب. شو بتعمل؟ مش انت بتسلمها فقط للراوتر وخلص شغلك. هسه نكست، عشان هيك قلنا فور كيسز. هسه سؤال زميلكم، يعني خلينا ناخذ كيس هذا الراوتر، خلني هيك على الرسم عشان ما نخربش. هذا السندر بده يودي لهذا الريسيفر، في تو راوترز على الطريق، هذا بالنتورك خطه. شو بيساوي السندر؟ بيودي للديفولت جيت واي. اول شيء
خلينا نستخدم المصطلحات اللي هون سندر وريسيفر هذول اللي موجودين على الرسم. سندر بودي ديفولت جيت واي، شو بودي لها؟ هسه بودي لها فريم صح؟ هسه الفريم شو فيه؟ ARP ريكوست صح؟ لمين؟ تروح برودكاست. مين بده يستلمها؟ ديفولت جيت واي. برد علي ديفولت جيت واي بيقول لي انت بتسال عن الماك ادرس اللي الي، اوكي هاي الماك ادرس، شو بتساوي هسه؟ برجع الاي بي بودي الباكيت الاصليه اللي مثلا نفرضها انها ويب ريكوست، برجع بودي الباكيت الاصليه، شو السورس ماك؟ الي، شو الديستنيشن ماك؟ للراوتر. نطلع شويه، خلينا على الاي بي، شو السورس اي بي؟ ايه، شو الديستنيشن اي بي؟ بي، مش الراوتر، مش الراوتر. الاي بي ما بتغير للراوتر، بس الماك عم بتغير على كل فيزيكال لينك. جاوبتك؟ كان هذا سؤالك؟ هسا النكس، النكس هسا من الراوتر، لنفرض من الراوتر للنكس راوتر. الان مش وصلت الباكيت للراوتر، شو فيها الديستنيشن اي بي؟ تبع بي اللي هو الريسيفر هون، هاي بي خلص منه. والسندر ايه؟ فبيجي بيقول الراوتر، في راوتر على الطريق بيقول اوكي انا وصلتني باكيت. ديستنيشن رايح لبي. شو بيعمل؟ بروح على الراوتنج تيبل تبعه، وين بي؟ مش عندي. نكست للنكست راوتر. نكست راوتر وين بسلم هسه الباكيت؟ للارب. هسه اذا النكست راوتر بقول له جيب لي الفيزيكال ادرس تبع النكست اي بي، ماليش علاقه ببي. النكست اي بي جبته من وين؟ من الراوتنج تيبل. جبته من الراوتنج تيبل. وبظل ماشي هيك. مين اللي بيستخدم الاي بي كديستنيشن اللي بالهيدر؟ اخر راوتر. اخر راوتر اجته باكيت. طلع عليها شو لقى الديستنيشن للهوست بي، دور عنده بالراوتنج تيبل ايه وانه بي دايركتلي كونكتد. هسه بروح بيسال اخر راوتر عن الفيزيكال ادرس تبع بي، برد عليه بودي له اياها فريم دايركت. الراوتر الاول ما بيشوفش اي بي لاير. ارب، انت بتحكي ارب ولا اي بي؟ ما هي المشكله، عرفت؟ احنا اذا بنحكي ارب قلنا الارب بطلع فريم. شو يعني فريم؟ هاي نرجع للرسمه. الارب شو بطلع؟ شو بطلع الارب؟ فريم. وين الاي بي هيدر والاي بي سورس ديستنيشن اي بي سورس اي بي وتي تي ال؟ وينهم؟ ما بعدين ما جنش. هذول بيطلع عن داتا جرام، هذول بيطلع عن اي بي باكيت. احنا عم بتطلع اي بي ريكويست، ما في سورس اي بي وديستنيشن اي بي ومش عارف شو. هذا فريم، فيه سورس ماك ديستنيشن ماك وفيه ريكويست. هذا فريم صحيح. هي الارب جزء من النتورك لاير، بس بتشتغل بعد النتورك لاير وقبل الفريم، فعشان هيك بتحمل لودها او ريكوست تبعها بتحمله على فريم. عشان هيك اللوكال سكوب، السكوب تبعها لوكال. الفريم بيهوش غير لوكالي عندي، على اساس انه طبعا الفيزيكال هاردوير سبورت للبرودكاست. نحكي عن المثال اللي هو ايثرنت، تمام؟ هيك وضحت الصوره. المثال اللي حطيتكم بقول كل اللي قلت لكم عنه تبع اليوتيوب هذا اللي باكيت كل ممتاز والله. شوفوه شوفوه. الان في عندنا مصطلح بروكسي ار سهل. شو البروكسي ار؟ البروكسي ار شو بنقول يا جماعه؟ طبعا خليني اشرح لكم السيناريو شو اللي بصير. اول شيء مفهوم، او قبل السيناريو، مفهوم البروكسي ار انه في عندي راوتر بالوضع الطبيعي بيجي ريكوست صح، والريكوست مش اله. اذا مش اله شو بده يعمل فيه؟ الديفولت دروب. لا، احنا بدنا نعمل كونفيجريشن. اذا هاي كونفيجريشن على الراوتر، بنقول له يا راوتر صير اشتغل بروكسي ار. بتعرفوا شو يعني بروكسي؟ صير يشتغل بالنيابه عني يعني صح. فبصير بصير مثلا على سبيل المثال الراوتر هذا اللي هون يرد لكل الريكوست اللي جايه له، هذا او هذا او هذا. واضح شو الفكره؟ يعني زي كاني انا واقف على الباب، بيجي واحد، انا راوتر واقف على الباب، بيجي واحد بيسالني محمد شو اسم ستودنت اي دي واحد. هسه انا ستودنت اي دي واحد، اذا مش انا دروب وبفوت الباكيت واحد يجاوب عني. هذا اذا كنا على نفس اللان. بس اذا انا راوتر، انا مش واحد دروب، او بصير اقول بالنيابه عن واحد هذا الماك ادرس تبعه، بالنيابه عن اثنين هذا الاك. طب واحد واثنين شو هذول؟ هذول نتورك انا تابع الي، فبتكون بيهايند ذا راوتر.
واضح؟ هذا البروكسي ارب ذاتس ات. هسه السؤال الثاني ليش بدي اياه؟ هذا سؤالك صح كان؟ عشان ليش بدي هيك؟ هسه الان في اكثر من سبب. خلاصتهن انت تجنب تستخدم البروكسي ارب الا اذا مضطر. خلينا نقول هيك، يعني البروكسي ارب شوي فكرته قديمة. البروكسي ارب انا فكرته كان انه في ادمنستريترز بدهم يخبوا انه في نتورك يعني بيهايند، يعني فعليا خلينا اجي هون هيك. هذا مثال، هذا اكزامبل، هذا ماخوذ من سيسكو. هوست A on subnet A needs to send packet to host D. انا كادمنستريتر بديش تفرق على هوست A ويدري انه في subnet هاي، يعني في راوتر هون وفي subnet هاي ثانية subnet B، فما بدي بالنسبة الى لهوست A بدي يشوف زي كأنه هوست C ودي معه على نفس اللان، هيك بدي for some reason. عشان هيك يعني هذا يعني في ديتيلز كثيره بدناش بديش يعني بديش اشرح كثير ديتيلز عشان نفهم نقطه اوريدي ناخذها از از. الان زمان احنا اخذنا احنا كلاس فول ادرس، مثلا عندي كلاس سي او كلاس بي، شيء كلاس بي انا كنت عامله كل وحده واحده صح؟ يعني الان سلاش 16 مثلا كلاس بي، اذا كل النتوركس اللي اولها 16 بت زي بعض كلهم تابعين لنفس النتورك صح؟ طب انا جوا عامل سبنتنج، شو صار عندي؟ نتوركس ثانيه، بس انا بالنسبه لي بدي كلهم يشوفوا بعض ون نتورك. هيك الديزاين، هيك كان سم نيدز لهذا الحكي. اوكي؟ فاللي بصير انه انا اي كونفجر الراوتر اللي عمل سبنتنج، اي كونفجر ات انه يرد على الارب عن كل الهوستس اللي بيهايند ات، على اساس انهم ما صارش سبنتنج وبعدهم بنفس اللان، وضحت؟ فصار زي كانه زمان كان في شيء اسمه بريدج، كان يعمل بريدجنج. لما راح لبريدج وجاله سويتش مش عارف شو، وات ايفر، اللي بيحب يعني يعرف القصه ممكن يدور. فالفكره كالتالي، الفكره انه هوست ايه، لاحظوا الكونفجريشن. سبب ثاني مرات ممكن يصير مس كونفجريشن. كيف يعني؟ بجوز مثال هذا حتى فيه مس كونفجريشن. شو عامل هوست ايه؟ سلاش 16. هوست بي صار مس كونفجريشن. طيب هوست دي 24 وهوست سي 24، ففعليا مين اللي بحدد انا على نفس النتورك ولا لا؟ سبنت ماسك صح؟ اذا افرض هوست A بده يحكي مع هوست دي صح؟ يجي تطلع على الهوست دي 172 16 20 200 كويس؟ فعليا النتورك هاي هي 172 16 20. طيب بالنسبه لايه؟ وكيف بتطلع على النتوركس؟ على 16ات، لانه هيك معمول الكونفجريشن، هذا السبنت اللي عنده سلاش 16. لما هوست A ودى باكيت المفروض تروح لهوست دي، شو شاف؟ انه هوست دي اول 172 16 وانا اول 172 16. شو يعني؟ احنا انا وياه على نفس النتورك. طب فيزيكلي هم على نفس النتورك؟ لا. هون بيجي دور ببروكسي ارب. هيك الديزاينر تبع النتورك بده انه هسه هوست A مضحوك عليه، بفكر انه هوست D على نفس النتورك، شو بده يساوي؟ هالكيس الاولى لما حكينا قبل شوي بالكيسز، ودي برودكاست. بيسال يا جماعه مين معاه الماك ادرس 772 16 20 200؟ فعليا هاي الباكت لمين راح تصل؟ تصل لبي، وتصل لجزء الراوتر الانترفيس اللي هي على الاي زيرو، راح تصل لهون كمان. هسه فعليا لو ما فيش بروكسي ار الراوتر شو بيقول؟ من هو اللي بيسال عن هذا؟ هذا اشترى حاله اصلا، انا سلاش 24، هذا نتورك مش موجود اصلا، هذا الهوست مش موجود ولا حدا راح يرد عليه. هذا الوضع الطبيعي اللي كنا نشرح فيه صح؟ لكن الادمنستريتر شو عامل؟ عامل كونفيجر للراوتر انه اذا بيجيك حدا بيسال عن 172 16 20 200 رد عليه. رد عليه بايش؟ باي ماك؟ تبع دي ولا تبع الراوتر؟ طب اذا ودلته تبع دي
وصار السورس ماك اللي هو ايه والديستنيشن ماك دي. حتصل الراوتر شو عملها؟ مش حتصل الراوتر، هي اكشلي ما فيش نوت ماتش. اذا فعليا الراوتر برد بالماك اللي له يرجع نشتغل زي شغل الراوتينج. يعني زي كأن لفينا لفه على السب نيتنج، شفنا الافكت تبعها بس ما خليناش الهوست يدري انه اوريدي في سب نت ثاني. هذا مفهوم البروكسي ار. ففعليا حتروح الباكت تمشي من هوست A لهوست للانترفيس تبع الراوتر. الانترفيس تبع الراوتر حيرد انه ايش حيرد؟ انه دي هذا الماك ادرس تبعه، هيك بدي احطها دي هيك الماك ادرس تبعه. على فكره جزء نقطه لازم ذكرتها بالسلايد اللي قبله. طب انا وديت ريكوست اجاني ريبلاي، شو اسوي بيه؟ بخزنه عندي بالارب تيبل بالكاش مثلا، كاش تيبل. بكون عندي شيء اسمه ارب تيبل بخزن فيه عشان المره الجايه احتجت اروح على نفس الماشين ما فيش داعي اودي كمان مره ارب ريكوست، اوريدي الادرس صار عندي. عشان هيك الارب بشتغل اول مره وكل ما يصير اكسباير للانتري. هسه بنحكي عنه تمام، مش كل ما يصير اكسباير اكشلي فريكوينتلي بيريوديكلي. وضحت شو الفكره؟ وصلت الباكيت للراوتر هون، هو عارف انها لازم تروح وين؟ على دي. طب كيف بده يعرف؟ انسوا الارب، خلص دور الارب، خلصنا. هسه جيتوا باكيت عاديه، شو فيها؟ سورس اي بي ديستنيشن اي بي، باكيت عاديه مع ريكوست مع تي سي بي مع اكس تي تي بي ولا وات ايفر. شو بيكون بيها؟ اي بي. بشوف الديستنيشن وين؟ على دي. بشوف انه الدي هي مربوط معي مباشره، بروح بسال مين معه الماك ادرس تبع دي، برجع برد عليه بودي. يعني صار زي يعمل راوتنج، زي في انه في راوتر بالنص، بس هوست ايه مش داري انه في راوتر، هو مفكر حال بودي دايركتلي لدي. ذاتس ات، هذا البروكسي ار. هاي البروكسي ار. هوست بي هوست بي بيميز، هوست بي بيميز. عشان هيك بجوز المثال هذا بحكي عن مس كونفيجريشن، بس مس كونفيجريشن بتبين لانه انت يعني الادمنستريتر اذا عامل هون على الراوتر كونفيجريشن للبروكسي ار هيك هو بده. بس بدي اورجيكم شغله. هذا الهوست A برودكاست ان ار ريكوست تو سبنت A بهاي هذه الرسومات. لاحظ برودكاست شو بيسال؟ شو بيسال؟ السندر اي بي 172 16 10 100. هيو 172 16 10 100. انا هذا سميناه ايش؟ سورس بروتوكول ادرس. تارجت اي بي ادرس 16 20 200. صار هذا هو ذا برودكاست سندر ماك ادرس والتارجت. انا ما مش عارف شو الماك، ردوا علي. مين رد عليه؟ اللي هو الاخر اي اي. بقول له الهوست 100 موجود على ادرس ماك ادرس له اخره اي اي. شو يعني على الرسمه؟ سوري سوري هون هون هذا الريبلاي بيكون عكس سوفت خربطت انا زي الريبلاي. شو بيكون معكوس بي قلنا بينعكس؟ هنا خربطت ونبهتكم عليها وهنا خربطت. هذا السندر، مين السندر الان؟ اللي هو الاي اي. مين الاي اي؟ اللي هو 172 16 10 يعني هون بشتغل صوت خرب هون السندر اللي هو بالحاله الثانيه ريبلاي يصلح اللي هو اللي هو مين هذا؟ الراوتر. ايوه الراوتر اللي عم برد. طب شو الاي بي ادرس؟ لبي لبي مش يعني لاحظوا ما بروح بحط الاي بي ادرس اللي له اللي هو 1099. ليش؟ مو انا سالت عن 200 اجاني رد زي قبل شوي سالتني اجاني رد انه 99 هيك شو بدي فيه؟ ما استفدتش منه بسال عن 200. عشان هيك ما بنلعب بالفيلدز هاي. بعدني بقول لك انه ال 200 موجوده على الماك ادرسها مع انه هو فيزيكلي هذا مش الماك ادرس تبع 200 طبعا الراوتر اللي من جهه صح؟ لاحظوا التيبل الارب كاش اللي كنت حكيت عنه. لاحظوا 200 و100 و99 شو لهم؟ كلهم نفس الشيء.
هيو 200 و100 99 كلهم نفس الشيء نفس المال. طبعا from a security point of view بحكي security هسه هاي مصيبة. انت كهاكر اذا انا قاعد على النتورك ممكن تودي ريبلايز لكل الريكوست صح؟ اقول لك ودي ريبلاي بدون ما يكون في ريكوست صير؟ نودي منعك. انا بدي اودي ار باكيت من عندي هسه انا بدي اودي ار باكيت لكم انتم قاعدين هاي عملت برودكاست يا جماعه اسمي علي بس انا قلت لك جماعه انا الاي بي ادرس 71 اسمي علي هيك بعلن اعلان صح؟ شو بصير بالديفايسز العلان؟ بسجل انه الاي بي ادرس هذا الفلاني هذا الماك تبعه. طبعا انا بكون سمارت شو بقول؟ بحط حالي محل مين انا؟ محل ديفولت راوتر بصير اقول الاي بي مو انا علان انا على نفس اللان عارف الديفولت جيت واي شو بقول؟ جماعه اللي بده يروح على الديفولت جيت واي هاي الماك تبعها هو شو بكون حاط؟ الماك اللي له شو بصير؟ شو بصير؟ كل الباكيت تنبعث لمين؟ إله شو صار هو؟ في أتاك اسمه هيك شو اسمه؟ مان إن ذا ميدل أتاك هيك بتصير صار بتروح إله بالأول يشوفها مثلا بعدين بتشمل طريقها شو بتشمل طريقها؟ ما هو فيها آي بي لاير فيها سورس آي بي ديستنيشن هو عارف بيشتغل نفس الشغل عادي برد يعمل وديها باتجاه الصح بس شو؟ شافه فري سمبل بس بجوز بدونها كل هالمقدمات ما نفهمهاش. فعلى اتليست اتليست يعني لما نسمع باتاك زي هاي يكون عندنا قدره ان نعمل لها اناليسز نفهمها سهل صح؟ عشان هيك ادمنستريتور اذا بفتح الارب تيبل وبشوف اكثر من اي بي ادرس مابينج تو ذا سيم ماك او فيزيكال ادرس هاي بدها تعمل عنده بيج كويستشن مارك از ا سكيورتي انجينير ولا وات ايفر. إذا مش عامل enable من الاربي للاربي للبروكسي ارب في عنده في something wrong هيك بده يقول at least بده يرجع يتأكد لأنه it does not make sense إنه one physical address maps to more than one IP address. العلاقة المفروض تكون one to one إلا إذا في شو حطوا ال switches كمان اللي ما يكونوا hierarchical switches بالسويتش بالارب تيبل اللي على السويتش بيفرق على الهوست. anyway موضوعنا خلينا موضوعنا عشان في عندنا كاش تيبل هسه تيبيكلي شو لازم يكون بالكاش تيبل اللي هو الفيزيكال ادرس والاي بي ادرس يعني بقول عشان هيك الكاش تيبل اول الارب ما يجي يشتغل شو بيساوي بيسال كاش يا كاش انا بدي اروح على الادرس هذا عندك جاوبه مش عنده شو بتساوي؟ طلع ريكوست طلع ريكوست بس يرجع الريبلاي شو بتساوي؟ تخزنه بالكاش تيبل هسه الكاش تيبل يعني اذا بتفتح مثلا خلينا نسميه سيسكو سويتش او حتى بتعمل كوماند كوماند اسمه ارب ارب ماينس اي على الويندوز جرب على الويندوز ارب ماينس اي بيطلع لك الارب تيبل اللي عندك على جهازك شوف الماك ادرس المابينج اللي عندك لوكال هتلاقي at least طبعا هتلاقي الديفولت جيت واي بالعادي اذا انك ما فيش عندك لان انت دايركتلي كونكتد خصوصا اذا كنت واي فاي يعني. طيب بكون في تيبل التيبل تيبيكلي بحكي تيبيكلي هيك شكله هسا التيبل شو فيه قلنا انتريز روز مابينج بتوين البروتوكول ادرس والهاردوير ادرس هذا اقل شيء يعني هذا شغلي بس شو فيه فيلدز ثانيه والفيلدز الثانيه مهمه الفيلدز الثانيه هسه بدنا نشرح شغلها وشو دورها في امثله بالكتاب ضروري جدا تطلعوا عليهم عشان تشوفوا كيسز مثلا اجتني ريكوست لفلاني ممكن هيك اسالك في الامتحان هاي عندك تيبل وجاك الريكوست لفلاني او اجاك الريبلاي لفلاني شو بصير في ابديت على التيبل فبدنا نفهم كيف بيشتغل التيبل كويس في ستيت شو الستيت الستيت بيكون واحده من ثلاثه كيسز يا بي يا ار يا اف R resolved شو يعني resolved؟ resolved يعني
مش اسمه ادرس ريزوليوشن بروتوكول، يعني صار لها حل هذيك ريزيرفد. ريزولفت انه معناته انا قبل هالمره كان مودي ريكوست راجع لي ريبلاي وعرفت المابينج بتوين الاي بي الفلاني والماك الفلاني تبعه. معناته هذا حنسميه اكتف لاين، بقدر استخدمه اذا هسه اجى على بالي ارجع اودي لنفس الاي بي، هي الماك تبعه عندي ما فيش داعي اودي ريكوست من جديد. هاي ريزولفد. الثانيه بي حنسميها بيندينج. شو معنى بيندينج؟ بستنى بالنتيجه. معناته انا اوريدي وديت ريكوست لنفس الاي بي هاب وبستنى تيجيني الرد تبعه. والثالث اف فري. شو يعني فري؟ يعني بقدر اذا اجاني هسه ريكوست زي ما بقولوا من الصفر جديد، لا هو ريزولف ولا بيندينج، شو بساوي؟ بحطه هون وبعمله بيندينج، ان هي وديت ريكوست وبستنى بالرد. وضحت؟ اذا هذول الثري كيس فيش غيرهم. الكيو، شو اهميه الكيو؟ هسه الان انا بالاي بي لاير جتني باكيت، الباكيت هاي بتقول لي روح على ديستنيشن اكس، عشان نستعجل بالمصطلحات، روح على ديستنيشن اكس. اكس انا اول مره بدك تروح عليه، شو بنساوي هسه؟ معناته ما فيش بيندينج ولا في ار ولا في شيء، شو نساوي؟ ودي بريكوست. طيب وين احط الباكيت هاي؟ وين احطها؟ احطها بكيو. اذا ار موديول بيعمل كرييت لكيو. ليش لكيو؟ لانه بجوز اخرى شوي تجي باكيت لنفس الديستنيشن، بيجي على التيبل شو بلاقي؟ انها بيندينج، يعني انا اوريدي وديت لها ريكوست. استنى علي، شو اسوي بيك؟ طيب بحطك بالكيو اللي تابع لهذا الريكوست اللي رايح على نفس الديستنيشن. عشان هيك بجوز تلاقي عنده 20 كيو، بجوز انك تفاتح لي 20 30 تاب عندك، وش رايح على جوجل وش رايح على يوتيوب وش رايح على فيسبوك وش رايح وات شيء. فبتكون انت عندك على الارب كل الباكيتس راحت بنفس الاتجاه محطوطات على كيو واحد. شو بستنى انا؟ تيجي يصير انتري ريزولف، شو بساوي؟ بصير اخذ واحده واحده وودي واحده واحده وودي. واضح؟ هاي فائده الكيو. الاتمت، شو الاتمت؟ عدد المحاولات. فشو بتفيدني انا مثلا على سبيل المثال بسال شو الماك ادرس تبع اكس، وديت اول ريكوست في ريلايبيليتي جماعه. هون هذا داتا لينك لاير، صح؟ ضاعت الباكيت، شو بصير؟ بضل قاعد استنى، خلاص دمرت الدنيا. نعمل ريسنت، طبعا مش اسمها ريسنت، حيطلع الار بعد فتره بيريوديكلي يشتغل دوري يسال شو بيجي بلاقي اوريدي. طيب انا سائل عنها بيندينج، شو اسوي؟ رد ارسل ريكوست واضيف الاتمت، بزيد عددها اني يعني حاولت كمان مره، حاولت كمان مره، حاولت كمان مره، لوين؟ اب تو سم ماكسيمم. انت يو كونفيجر هذا الماكسيمم، اذا وصلت للماكسيمم ما جانيش رد بعملها فري وخلص. انا عم مش قادر اوصل، عشان هيك مرات انت ما بتقدرش تصل ما فيش، يعني مش قادر اصل لك الديفولت جيتوي، الراوتر تبعك طافي طفى، فيش فاصل مش راضي يرد مثلا. يعني واضح؟ اذا وصلت الماكسيمم انه انا مثلا ماكسيمم 10، الان انا بدي ارسلت 10 ما رجعش رد، شو بدي ارسل 11؟ لا وقف، 11 اكثر من الماكسيمم، خلص وقف، والبندنج حولها لفري وخلص، والدروب بالباكيتس وكذا. انت ترجع مش عارف تعمل ريفرش على البراوزر، تعمل كونفيجر، تعمل بينج، رح نجي نحكي عن البينج بعدين. اذا جربت خلص حطها. لا بضل زي ما هي، بصير في عندي إشي اللي هو التايم اوت. هاي دور التايم اوت. تايم اوت شو معناها؟ طب انا وديت ريكوست ماشي وجاني ريبلاي خزنته، يا عمي الادرس اكس الاي بي يعني موجود على ماك الفلاني. طيب قديش هذا الانتري بضل اكتف؟ بده تايم اوت. تخيلوا انتم مثلا تيجي باللابتوب على الجامعه او بالموبايل ديفايس تبعك، شو بتعمل؟ شبك واي فاي، صح؟ شبكت واي فاي، بعد خمس دقائق فصلت، طلعت من اللاب، رحت صمير، شو بصير؟ الانتري تبعك بعده محجوز بكل اللاب. انت اول ما شبكت على اللاب صرت تودي ريكوست، صح؟ الناس عرفوك. ما هو برضه من الريكوست شو بستفيد؟ انك تعرف ان الماك هذا على الاي بي هذا، صح؟ مش من الفيلدز اللي بالريكوست، تعرف ان الماك هذا على الاي بي هذا. فشو بتساوي؟ خزن عنده.
طيب انت طلعت من اللاب، شو بصير؟ كل اللاب الهوست ماشينز اللي باللاب بعده مسجلين انه الاي بي ها على الماك ها، بعد شوي بيجي واحد بشبك بجوز ياخذ نفس الاي بي، شو بصير؟ بصير تروح لك فيزيكال باكيتس ذا ماك ادرس مش لك فعليا، مش حتشوف شيء. اذا بدنا نحل المشكله هاي، شو نحل المشكله هاي؟ بنحط تايم اوت على كل انتري، ما بصيرش الانتري يضل زي ما بقول فور ايفر، بعدين هاي كاش اسمها ارب كاش. تعرف الكاش ميموري صح؟ ات سم تايم حصير اكسباير. هذا السم تايم كيف اقيسه؟ تايم اوت. تايم اوت بالثواني بينقال. بالعاده طبعا يو كان كونفيجر ات. بالعاده هو من 1 مينت ل 20 مينت. بجوز التيبيكال يعني 15 مينت ممكن الناس بتحطه. فاذا واحد شبك طلع من اللاب وجا واحد شبك ثاني غلط تعطيه نفس الاي بي. هاي مشكله مين بده يحلها؟ الدي اتش سي بي، عشان في شيء اسمه ليس. دي اتش سي بي مش بعطيك ليس، حتى لو طلعت وظل هذا ليس فور سم تايم عشان بس تاكد انه يصير في نوع من الفلاشنج. او وانت لما تيجي تشبك وتودي شو بتعمل؟ تودي ريكوست. تودي ريكوست شو بتقول؟ انا اي بي الفلاني صرت على ماك جديد، طب يصير ابديت كمان للتيب. ماشي؟ طيب هذا الارب جزء هذا اخر سلايد اي ثينك، هذا بيشرح هي من الموديولز، اوتبوت موديول، كاش كنترول موديول، انبوت موديول، هي مشروحات السلايد كل واحد هون. طيب شو بيساوي هذول؟ هاي رسمه تقريبيه جوا الارب كيف بيشتغل. اول شيء بدكم تلاحظوا على الرسمه الارب هاي، هيو لاحظوا شو في فوقيه اي بي لاير، شو في تحتيه؟ اذا شفتوا اللي شرحناه بكل الشابتر، اول شابتر هاي بالرسمه هاي، شو اللي بصير قاعد يعني؟ اكزاكتلي شو اللي بصير الان؟ في عندي اوتبوت موديول، شو بيساوي هذا الموديول؟ بيستلم، لاحظوا اتجاه السهم، بيستلم من الاي بي لاير، هيك اسمه اوتبوت موديول. شو بيساوي اوتبوت موديول؟ استلمت باكيت من الاي بي، بتقول لي بدي اودي الاي بي هاي للديستنيشن الفلانيه، شو بروح بيساوي؟ لاحظوا عنده تو تشويسز. يعني انا بدي احاول اشرح الرسمه بدون ما ارجع للحكي اللي بالسلايدات. عنده تو تشويسز، يا يطلع الباكيت دايركتلي، لاحظوا شو طلع؟ فريم، هذا شكل الفريم، في جزء هيك رمادي وجزء ازرق. طلع الباكيت عاديه، ليش طلعها؟ لانها ريزولت. احسنت، قبل شو حكينا؟ التيبل اللي هو هيو كاش تيبل. الاي بي اللي بدي اروح عليه له ماك جاهز. يا اي بي لاير، يا اي بي لاير، اذا انت جاهز احكي ودي للداتا لينك لاير المعلومات كلها. سورس ماك، ديستنيشن ماك، وهي حتعمل الفريم. يا شو الحل الثاني او الكيس الثانيه؟ ما فيش، هذا جديد كان اول مره بدي احكي معه، او كان له انتري صار اكسباير. صار اضفنا هاي بعد ما شرحت شو معنى التايم اوت. ماشي؟ شو بدي اسوي هسه؟ بعمل كيوينج، بضيف الاي بي باكيت هاي بس باللون الازرق، بضيفها على سم كيو. هسه اذا اوريدي رايح على نفس الديستنيشن اللي كنت شايفه بكون على كيو قديم. ماشي؟ اذا هاي اول مره واول باكيت بفتح كيو، طبعا الكيو له كيو نمبر. ماشي؟ الكيو نمبر بس بدي انبه على شغله هون. يعني لما نقول كيو 5 و14 هون شو يعني؟ مش هذا مش رقم الكيو، هذا عدد الباكيتس اللي بالكيو. يعني في 14 باكيت اوريدي بتستنى تعرف مين الماك تبع الاي بي هاب عشان تروح عليه. في 5 باكيتس اوريدي عم باخذ بيهم، انا قاعد عم باخذ بيهم اول باول، صاروا 5 هسه بصيروا 4 و3 لانه هذا اوريدي ريزولف، يعني عم بودي بيهم يعني. وضحت؟ اذا هذا مش رقم الكيو، هذا كميه الباكيت او الداتا جرامز اللي فيه اللي بدي لازم ارسلهم. تمام؟ فانا سمبل اذا ما بعرفش الماك ادرس بعمل لها كيوينج، شو بودي؟ الزهري هاي ارب ريكوست، رحت وديت ارب ريكوست. اذا هاف الاوتبوت موديول هيك بيشتغل تو كيسز هاي. شو في عندي كمان الان؟ شو بدي استنى هسه؟ هسه احتمال بدي اشوف الانبوت موديول. الانبوت موديول بدي يقرا، شو ممكن يجي؟ هسه ممكن يجي باكيت ار باكيت، يا تكون ريبلاي
يا ريكوست، يعني يا واحد قاعد بيسأل عني، صح؟ واحد قاعد بيسأل عني، هذا ريكوست، أو أنا كنت مودي ريكوست وجرب لاي عليه. إذن أنا هاي مين تخصصي؟ تخصص الانبوت مديول هذه اللي يحل اللي يعالج الكيسز هاي. شو بدي اساوي الانبوت مديول اذا كانت ريبلاي؟ وين بروح؟ على التيبل، كاش تيبل حكينا عنه قبل شوي. شو بيكون الستيت؟ بيندينج. اجتني ريبلاي، اذا انا نطلع 100% ريكوست بيندينج، بحطها ريزولفد وبسجل الماك وبحط التايم اوت. الان بلش مثلا التايم اوت الديفولت بدي بلش في 10 دقائق، 10 في 60 600، بحط رقم 600. خلص شغل، تمام. طيب اذا جتني ريبلاي ريكوست عفوا، انا واحد بيسال عني، شو بدي اسوي؟ بروح بعمل اكسس على لمين؟ للكاش كنترول مودجول. هذا شو وظيفته؟ يعمل ابديت للكاش ويتاكد. بروح بدور على حاله عشان يلاقي الماك ادرس وبيطلع المفروض هاي ولا ريكوست؟ لا ريكوست. ليش؟ واحد يقول لي ليش ريكوست؟ هسه قبل شوي حكينا على الاتمبتس. شو الاتمبتس؟ بطلع ريكوست مره ثانيه، صح؟ هذا اسمه كاش كنترول موديول، بروح بتفقد الكاش بيريودكلي، كل ثانيه بروح بتفقد الكاش اذا في بيندينج، صح؟ هسا جماعة السكوب تبع الريكوست والريبلاي شو؟ لوكلي علام، يعني المفروض الريكوست يروح ويرجع جزء ملي سكند، يعني بيكون قصدر، صح؟ فأنا فعليا الكاش كنترول موديول هذا بمر على التيبل كل ثانية. إذا شاف شيء بيندنج شو بيساوي؟ بيعمل ريكوست، عشان هيك هذا ريكوست، صح؟ ريكوست بيطلع ريكوست، وشو بيعمل كمان من ضمن شغله؟ بيعمل ديكريمنت للتايم اوت. قبل شوي بلشنا ب 600، صح؟ بعد ثانيه 599، بعد ثانيه 598 تتصل صفر. لما تصل صفر شو بصير؟ بيعملها فري. ما في انه الانفاليد، صار الانتري ها انفاليد، ماشي؟ اذا هيك بيشتغل الار كومبوننت، وهذول اللي بيشرحوا الحكي اللي حكيته. هاي بيندنج وريزولف نو انتري، وحكينا عن مثلا هاي الاتمتس والماكسيمم اتمتس والريزولف ديكريمنت التايم اوت. تفضل. انا دخلت على موقع ولسه شغال عليه. طيب هسه التايم اوت بيكون هسه لنفرض، بجوز انا فهمت سؤالك، خلينا اعيد صياغته، اذا مش صح قول لي. لنفرض انا فتت على موقع عشان اول شيء جبت الارب ومش عارف مو اشتغل، اذا انا عندي المابينج. طبعا انا شو اللي عندي الان؟ بس الموقع شو قصدك؟ اذا انه على نتورك ثاني ولا على نفس النتورك؟ مثلا مثل جوجل ريكوست. الان الارب انتري اللي عندي لمين؟ للديفولت جيت واي، مش للموقع. تمام كويس؟ طيب الديفولت جيت واي صار لي بدي اعمل داونلود بدها نص ساعه. لنفرض التايم اوت 10 دقائق. بعد 10 دقائق شو بصير بالانتري ها؟ انفاليد. تيجي انا اودي باكيت، بدي اودي باكيت، صح؟ شو بلاقي؟ انه ما فيش انتري، بودي ارب بعمل لها كيو، هذول الباكيتس بعمل لهم كيو. تايم اوت بيبدا دائما بس يوصل، بس تيجيني ريبلاي ببلش تايم اوت. انا مش شغال على هذا. لا لا لا، حتى هسه انت وهسه الجهاز هذا اللي انا بشرح منه، صح؟ بجوز اول ما فتت عملت داونلود للسلايد، راح جابه حط عمل لي انتري. الان وانا بشرح ما استخدمتش النت، هو قاعد بنقص 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 بنقص، صفر عمل له انفاليد، يعني صار فري. رجعت اعمل ريفرش هسه اعمل على البراوزر ريفرش، وبعمل ودي ريكوست جديد لارب وجيب الماك ادرس. حتى لو ظليت شغال عليه بعد الماكسيمم فاليو بده يصفر ويجيب ريكوست. هاي بتصير ملي سكند، يو دونت فيل ات، ماشي؟ يو دونت فيل ات. حدا عنده سؤال ثاني؟ انت بتشوف انه تايم اوت فيرست والكيو بعد، يعني الباك كل بيطلع عندك ما خلص شو عادي، زي كانه لك تخيل زي كانه الباكيتس اجن وانا ما عنديش شو اساوي؟ لا بضل يحط فوقي فيجيب الكيو. شو فايدته؟ بدل ما اضيع الباكيت انا بصفطهن فالاقي جواب مين الاي بي الماك للاي بي الفلاني. اذا بعرف الجواب مباشره من عندي من الكاش باخذ باكيت بودي، باخذ باكيت بودي، بعدين صار انفاليد هذا الانتري، برد اسال عنه، بوقف اخذ من الكيو، بس يجي الانتري برد ارجع اكمل واخذ من الكيو.
عادي صح؟ وضحت؟ طيب خلينا نضيف تسجيل.